هنتكلم دلوقتي عن الاسبوع الثاني في الحمل. اهم حاجه لازم تعرفيها في الاسبوع الثاني في الحمل ان انت لسه ما حملتيش. اول اسبوعين دول موجودين في الحساب بس عشان نحسبهم من الحاجه الثابته اللي هي اخر دوره. ما تقعديش بقى تحسبي ودماغك تودي وتجيب. انا هقول لك الحكايه. احنا عندنا بنحسب اسابيع الحمل بطريقه مختلفه عن العمر الحقيقي للطفل، ده لان الدوره الشهريه بتختلف من 6 ل 6، فعلشان نوحد طريقه للحساب بنحسبها من اول يوم في اخر دوره شهريه مش من موعد التلقيح، لاننا ما بنقدرش نعرف ايه موعد التلقيح بالظبط. يعني انت دلوقتي العمر اللي بنحسب منه او العمر اللي بنقول لك بيه عمر الطفل اللي هو عدد الاسابيع ده هتلاقيه اكبر من عمر الطفل باسبوعين. يعني مثلا لو احنا قلنا لك الطفل عنده 4 اسابيع تعرفي انه عنده اسبوعين بس، لان في اسبوعين من تاريخ اول يوم في اخر دوره شهريه لحد موعد التلقيح غالبا بيكونوا اسبوعين. مش قادرين نحدد المده بالظبط بس هما غالبا بيبقوا اسبوعين، وكنا مش قادرين نحدد المده بالظبط، ده اللي خلانا نحسب من اول يوم في اخر دوره. الاسبوع الثاني ده بقى انت لسه ما حملتيش، بس ده حاجه مهمه جدا لازم نعرفها، الا وهي موعد التبويض هتكون خلال الاسبوع ده. لو حابين تعرفوا اكتر عن التبويض وازاي بنحسب الوقت بتاع التبويض هتلاقوا في فيديو مخصص عاملينه ازاي احسب موعد التبويض، لان بتختلف من 6 للتانية حسب عدد ايام الدوره الشهريه. تقدروا تشوفوا الفيديو عشان تعرفوا اكتر عن التبويض. خلينا نعرف بقى الاسبوع ده ايه الجديد اللي بيحصل لطفلك فيه. خلينا نقول ان الاسبوع ده بيحصل ان البويضه بتخرج من المبيض بتاعك وبتتجه ناحيه قناه فالوب، وده بيحصل غالبا في اليوم ال14 من الدوره. ده لو دورتك 28 يوم. لو دورتك مختلفه عن كده بنحسبها وبنشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. البويضه ساعتها بتنتظر من 12 ساعه ل 48 ساعه حتى يتم تلقيحها من اي حيوان منوي. في المره الواحده الذكر بينزل حوالي 600 مليون حيوان منوي بيبداوا ياخدوا رحلتهم خلال الرحم عشان يوصلوا لحد قناه فالوب، وعلى الرغم من كده حوالي 200 حيوان منوي بس هم اللي يوصلوا للبويضه. امتى بنحمل؟ بنحمل لما واحد من الحيوانات المنويه ده بيخترق الغشاء الخارجي للبويضه وبيخصبها. البويضه في الوقت ده المخصبه بتتنقل من خلال قناه فالوب لحد ما توصل للرحم وبتتغرس جوه بطنته. خلينا نقول ان شاء الله الحمل ده لو مشي بسلام وكمل للاخر بيتنقل البويضه الصغيره دي من كونها حته بويضه لحد ما تبقى طفل صغير ان شاء الله يكون ابنك. طيب خلينا نسال ايه اعراض الحمل الاولى او الاعراض اللي ممكن احسها. على الرغم ان انت في مرحله مبكره جدا من الحمل ممكن اصلا ما تعرفيش ساعتها ان انت حامل، ممكن تعاني من بعض الاعراض. يعني مثلا ممكن تحسي بوجع بسيط في الثدي، ده لان تدفق الدم للثدي بيزيد، وكمان حساسيه حلمات الثدي هتزيد شويه. كمان هنلاحظ ان بعض الاماكن الحساسه بدات تغمق، وده لان تدفق الدم بيزيد ليها. كمان بنلاحظ ان الافرازات المهبليه هتزيد شويه، ودي مش ضاره، دي كلها حاجات طبيعيه ما تقلقوش. طبيعي ان احنا ممكن نلاقي نزيف بسيط جدا جدا، فهنلاقي ان ممكن الملابس الداخليه ساعتها فيها نقط دم بسيطه او حاجه اللي هو زي اللون الوردي كده، وممكن كمان نحس بشويه تقلصات خفيفه، والاعراض دي غالبا بتكون بسبب انغراز البويضه في بطانه الرحم. محتاجين نفكركم ان احنا عاملين بلاي ليست للحمل اسبوع باسبوع من الاسبوع الثاني لحد اخر اسبوع في الحمل، هتلاقوها كلها موجوده في البلاي ليست اللي اسمها الحمل اسبوع باسبوع. كمان هتلاقوا بلاي ليست اسمها واجبات الام في كل مرحله من الحمل، هتلاقوا فيها في كل مرحله ايه الواجبات المطلوبه منكم. هتلاقوا برده بلاي ليست اسمها واجبات الاب في كل شهر من الحمل، هتلاقوا فيها الحاجات المفروض الاب يعرفها في كل شهر من الحمل، وهتلاقوا كمان ايه الحاجات اللي المفروض الاب يعملها. برضو كل الاسئله اللي ممكن تخطر او ما تخطرش على بالك هتلاقوها في بلاي ليست اسمها سؤال وجواب في الحمل. لو ما لقيتيش سؤالك في البلاي ليست دي هتبعتيها على الصفحه وهنجاوب عليها على طول ان شاء الله. كمان هتلاقوا كذا بلاي ليست ثاني بنتكلم فيها عن مواضيع مختلفه زي ما بعد الولاده، تاخر الانجاب، وسائل منع الحمل، المناظير الجراحيه، عمليات امراض النساء والولاده، الولاده بانواعها والتجهيز ليها. كمان هتلاقوا كذا بلاي ليست في تخصصات مختلفه زي الاطفال والتغذيه العلاجيه والجلديه والتجميل ومواضيع ثانيه كتير. دمتم سعداء واصحاء.